عصام الحضري صرح انه ممكن يرجع في قرارات زياده لو المنتخب طلبه، وان تحت امر المنتخب في اي وقت. ايه رايك في الكلام ده؟ هو طبعا عصام من الاجوان الممتازه في المنتخب وفي نادي الاهلي كان، وهو كويس وشيء كويس يعني ان هو يرجع للمنتخب، مفيش مشكله. الحضري اسطوره لا تتكرر، الحضري سد عالي. هو الحضري جون كبير وعظيم، بس يعني فرق السن يعني ممكن يعني ايه هيبقى صعب بالنسبه له في وجود جنش واحمد الشناوي. مستر الحضري انا من عشر سنين سامع ان هو المفروض ان هو يعتزل، كل مره ما بيقول نفس الكلام ده بيزيد الموضوع تحدي عنده، وبنشوف حاجات غير متوقعه. الحضري عمل نفسه تاريخ، عمل نفسه تاريخ، انما هو دلوقتي الشباب احق، لان في ناس كويسه جدا. هو طبعا السن معاه، بس هو حد كويس جدا، ونتمنى نشوفه دايما على طول يعني باذن الله. هو طالما يقدر يأدي في الملعب وطالما هيعرف يقف كويس خلاص مفيش مشكله. طبعا ده شعور محترم من عصام الحضري انه بيحب بلده وبيحب ان هو يرجع في قراراته عشان خاطر مصلحه بلده. وطبعا الحضري معروف ان هو السد العالي بتاع مصر كلها، فما يرجع مكسب لمصر، مكسب ليه ومكسب لينا ومكسب للدنيا كلها. والله هو كده كده الحضري يعني جون كبير جدا، اعتقد ان هو ليه تاريخ كبير جدا وهو مش حابب يضيعه، فقرار اعتزاله في الوقت ده يعني لحد ما كان ناجح شويه، وبيسيب فرصه بقى للناس الجديده اللي طالعه والشباب الجديده اللي طالعه انها تاخد فرصتها يعني. طبعا بالتاكيد الحضري قيمه كبيره جدا، سواء كان في النادي الاهلي او في منتخب مصر او حتى في الفرق اللي لعب فيها. انا بقول ان هو يعني كفايه كده يسيب فرصه للشباب اكتر، يعني في مثلا جنش الشناوي بتاع ناس كتيره قوي حلوه فاهماني في حراسه المرمى، وبس هو سنه كبر فيعني مش هيقدر يرجع ان شاء الله. ده تاريخ وليه رمز وليه مكان عندنا يعني. الحضري ده من الشخصيات الحلوة اللي بنحبها.